النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. حذر وزير النقل والمواصلات دكتور نبيل اللدمادي أمس الثلاثاء من أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع أي من مالكي أو سائقي الحافلات أو المركبات العمومية الذين لا يلتزمون بتسعيرة المواصلات العامة الرسمية والمعلنة من قبلها والموزعة على جميع خطوط النقل العام. جاء ذلك عقب الشكاوي الكثيرة بخصوص رفع بعض مشغلي الخطوط لتسعيرة المواصلات العامة خاصة في شهر رمضان. سجلت وزارة الاقتصاد الوطني 111 شركة جديدة في المحافظات الشمالية خلال شهر حزيران الماضي، كان من بينها 47 شركة عامة و56 أخرى مساهمة خصوصية برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون دينار. وبينت الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية أنه تم إيداع أكثر من 130 طلب علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها. أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أمس ارتفاعاً كبيراً في مؤشر غلاء المعيشة وأسعار المستهلك بنسبة 1.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات أن تزداد النسبة مع نهاية العام. وأرجع الإحصاء هذا الارتفاع الواضح إلى الزيادة التي طرأت على ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار المنازل والإيجار وارتفاع أسعار البنزين. قال مسؤول عدد من صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ في دول الخليج إنهم بدأوا دراسة العودة للاستثمار في سوق الأسهم المصرية بعد زوال حكم الإخوان عن مصر، والتوقعات باستقرار الأوضاع وانقضاء الأزمات الاقتصادية والسياسية، خاصة وأن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص بين أسواق المنطقة نتيجة الانهيارات التي عانت منها طوال الشهور الماضية. رأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في توقعاتها للعام المقبل أن منطقة اليورو ستسجل رقماً قياسياً في البطالة يفوق 12.3 في نهاية العام المقبل، داعية الدول إلى مضاعفة جهودها لاحتواء البطالة في صفوف الشباب، وسيقفز معدل البطالة إلى حدود 28% في نهاية العام المقبل في إسبانيا واليونان، وهما البلدان الأكثر تضرراً من الأزمة. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.